السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا مزيانين وصحتكم مزيانه. قبل ما نبداو في هذا الفيديو ما تنساوش انكم تشاركوا القناه مع اصدقائكم باش تعم الفائده. هذا الموضوع هذا غادي نهضر بالنسبه للناس اللي قرب لهم امتحانات اكيد، فميم با ما غاديش يكون عندكم حتى 10 ايام من هنا ما غادي نلوح الفيديو. فبغيت نعطيكم بعض النصائح اللي غادي يكونوا غادي يعاونكم. ما غاديش نقول لكم نصائح ديال ديك المذاكره الفعاله اللي كتعرفوا، ولكن على الاقل غادي نكون نعطيكم واحد شويه الامل بالنسبه للناس اللي ما راجعينش بزاف وخايفين وما واثقينش من راسهم انهم غادي يتمكنوا من انهم يحصلوا على نقاط ممتازه. اول حاجه غادي نقول لك انه هاد الوقيته هذه ماشي ديال انك تشد الدرس وتبدا تحفظ فيه من الاول، يعني ما توغلش في دوك الحيتيات ديال الدرس ولا لي ديتاي. هاد المره غادي نقول لك انك غتشد واحد الورقه وستيلو غتمشي تقلب على الملخصات اللي محطوطين بطريقه مزيانه، يعني كاين ملخص فيه كاع لي ديتاي. مثلا واحد الملخص ديال واحد الدرس في البكالوريا ولا في التاسعه ولا في الاولى بكالوريا كيجمع جميع لي ديتاي ديال الدرس. هذاك الملخص هذاك غادي تشدو غتكتبو في واحد الورقه ولا واحد المذكره عندك وغتبقى كتراجع فيه على طول ما غادي يوصل عندك مثلا الامتحان. لنفترض انك عندك واحد 10 ايام اللي بقات لك، ففي هاد 10 ايام هادي وانا مثلا كنلخص الدرس ديال واحد الماده مثلا واحد 5 دروس غادي نلخصهم كل يوم، وهذوك 5 دروس غادي نمشي نشد الامتحان وغادي نبدا نخدم هذوك يعني التمارين اللي متعلقين بهاد الدرس هذا. يعني يكفي انني نخدم واحد 5 التمارين دوك الخمسه ديال الدروس، فهذا كافي جدا لانه مابقاش الوقت. فهنا غادي تكون حاولتي ما امكن انك تلم بجميع المواضيع بجميع المعلومات، وهكا غادي تكون بطريقه اللي مزيانه. حيت الملخصات غير باش نكونوا واضحين ما كيخليكمش كتشتو، حيت ملي كتشوف واحد الملخص اون فوا دماغك ملي كيشوفو ما كيتخلعش، ما كتكونش عنده شي حاجه اللي خياليه وشي حاجه دي طوب، غير كتشوفو كتحس بواحد الراحه، وهذا الشيء كيزيد كيعاونك اكثر باش انك تفهم. ثاني حاجه اون فوا كتبدا كتخدم التمارين دوك الخمسه التمارين في كل درس اللي قلت لكم، باش كتبدا كتخدم بهم وكتلقى راسك انك ما وصلتي للتمرين الرابع والخامس حتى بدات كتبان لك الفكره، فهنا غادي نقول لك هنيئا لك، تقدر تخدم حتى الامتحانات الوطنيه ولا الجهويه ولا شوفوا نتوما شنو عندكم امتحان دابا، حيت على حسب الفئه اللي كتابعني فما غاديش نقدر نقرر نعطي نصائح لفئه معينه، حيت هاد النصائح كيهمو الجميع. فهذه نصيحه ديالي لكم، دائما نشوف الدروس ديالي ندير لهم ملخصات، حيت كاين اللي كيخاف من الملخصات. رجاء 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 الوقت هذا ماشي ديال انكم تمشيو تتوغلو في الدروس وتمشيو تعرفوا كاع الحيتيات ديالهم، هذا الوقت هذا للملخصات فقط. اعيد واكرر، نشد واحد فيديو يوتيوب مثلا كيدوي على الملخص ديال هاد الدرس وهاد الدرس وهاد الدرس، نجمعهم 5 ديال هاد الماده 5 الماده اخرى 5 الماده اخرى، غادي نكون درس كل ماده فيها 5 دروس فداك النهار. مثلا عندي واحد 5 المواد غادي نكون درس 25 درس داك النهار، وهادي راه شي حاجه اللي بيرفكت بالنسبه ليا. ثاني حاجه وثاني نصيحه، هاد الوقيته هادي اللي مابقاش بزاف يعني ما فيها باس، نحي التليفون ديالي نحي داكشي اللي كيلهيني فهاد الوقيته هادي، حيت ما غادي تبدل والو، ما غادي تصيفطوا لك ميساج مهم، ما غاديش تكون حتى شي حاجه اللي اورجونط كثر ما كاينه قرايتك اللي مهمه. لذلك فهاد الوقيته هذه اللي بقات لك ممكن انك تجيب فيها نقاط ممتازه كاع، علاش لا، الا كنتي من الناس اللي كيدرسوا بذكاء. الذكاء بمعنى انك ما تخلاش، بمعنى انك تعرف كيفاش تجيري راسك تجيري الوقت ديالك، تعرف كيفاش تحفظ المعلومه وتكتسب مهاره ديال انك تخرج واحد التمرين معين بدون اي اخطاء وبكل تركيز. ما تنساوش انكم تحطوا حداكم واحد القريعه ديال الماء، ما فيها باس مره مره نشرب الماء، نبقى لازم ما نفكرش في الامتحان كثر ما هو زعما ماشي شي حاجه اللي كبيره بزاف، راه ما كتخلاش شي حاجه اللي بسيطه ما فيها والو. وياك ثم وياك ثم وياك تبقى تسمع لدوك صحابك اللي فيهم كثرة الهضره بلا فايده. انا كملت البروغرام كامل وراني ساليت امتحانات، انا ساليت وما بقى عندي دابا والو، راني مرتاح ومكمل كل شيء، ولا العكس اللي انا ما داير والو ما نسمع حتى شي واحد. فهداك السيد اللي غادي يقول لي هاد الهضره يا نحبس مع الهضره نقول ليه ستوب انا ما قادراش على هاد الشيء، حيت انا فواحد الوضعيه اللي ما كتسمحش ليا ولا نسى التليفون ديالي ونخليه يدوي مع راسو، ديك الساعه غادي نتسمى انني ما كتسبت شي طاقه سلبيه وحتى شي طاقه اللي غادي تدمرني من دوك النوع ديال الناس اللي كيقول لك فوالا انا حفظت وانا كملت وانا درت وانا درت. فهنا غادي تكونوا تمكنتوا من واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، انكم ما ضيعتوش الوقت ديالكم، حيت كيف قلت لكم هاد الوقت اللي عندكم دابا غالي جدا. اكيد نصيحتي لكم اصدقائي انكم ما تحاولوش تضيعوا دوك الفرص الصباحيه، ففي الصباح ما فيها باس نوض نصلي الفجر مع 5 4 ونص كذا، غادي نوض نصلي الفجر ونجلس نبقى مبريباري في داك الكالم
تكونوا على يقين انه المعلومات اللي كيتشدوا في ديك الوقيته ديال الصباح من بعد الفجر راه هما المعلومات اللي كيلصقوا فيك. يعني مثلا هذوك المعلومات غادي نشدهم مره واحده كافي جدا، يعني ماشي بالضروره اني غنعاودهم 20 مره، ولكن عاودهم دو فوا باغ جو غادي يلصقوا في الذاكره ديالي مره، حيت عندنا واحد الذاكره دابا قريبه ماشي معي بعيده المدى، قريبه المدى. علاش؟ حيت غير مثلا واحد 10 ايام كيفصلوك على الامتحان، فهنايا الذاكره ديالك كتبقى نشيطه، فكل مره فين ما كندير ديك المعلومه ولا كنكتسب شي حاجه جديده كنبقى عاقل عليها. كيف ما كنعرفوا دائما انك مثلا الا كنتي فواحد عندك واحد الامتحان غدا وانت كنتي كتراجع في لافاي ديال ديك الامتحان اللي قبل من الامتحان، المعلومات اللي كتشدهم في ديك الليله اغلبيه هما اللي كيتحطوا. هذا الشيء ناتج على انك قريتي واحد الكميه هائله ودرتي كل الطاقه ديالك باش تركز فيها. هذه الطاقه هذه بالضبط ديال ديك الليله اللي قبل الامتحان اللي كديروها في المراقبات في الفروض المستمره، هذه الطاقه بغيتكم ديروها انا على مده هاد الايام اللي بقاو ليكم. يعني كل نهار نعطي الطاقه ديالي الكامله بدون ما انني نحبط راسي، بدون ما انني نبقى في الشكوى بزاف فين ما هبطت عند دانا نتشكى الماما نتشكى البابا فوالا راه عندي وهذا والضغط وفوالا. لا، هذاك الجو العائلي خصكم تستافدوا منه، حيت خصو يكون واحد الجو داميزمون عندكم، خصو يكون واحد الجو اللي كترتاحوا فيه. يعني انت اصلا ديجا في الضغط، شنو بغيتي شي ضغط اخر يكون اكثر من هذاك الضغط اللي انت فيه؟ فدائما حاولوا تكونوا اذكياء كيف ما كنقول لكم، دائما نخرج راسي من ديك الدوامه ديال السلبيه، نخرج راسي من ديك الدوامه ديال انني في كثره الشكوى ولا الناس كتشكى من حدايا، راه ما ناقصنيش انا شي حاجه سميتها الشكوى، بالعكس ديك العائله اللي عندي مثلا راهم غادي يفيدوني، انهم غادي يخليوني نتريلاكس اكثر، غادي نشوف معاهم واحد مثلا الفيلم اونصومبل، نضحكوا اونصومبل، مهم اي حاجه اللي غادي تخليك تخرج من جو الدراسه. اون فوا تسد عليك الباب غادي تدخل لبيتك وتسد عليك الباب ستوب، ديك الساعه غادي تكون بديتي في الحلقه ديال التركيز، ومني غادي تكون وصلتي للتركيز فهنا غادي نقول لك انك خصك تكون وقفتي جميع الملهيات من الهاتف. هاتف غادي تستخدمه في حاله واحده، كاين بزاف لي زابليكاسيون انكم تقطعوا مثلا الواتساب وتبقاو خدامين غير مثلا بشي حاجه مثلا بحال يوتيوب اللي كنتو كتفرجوا في الفيديوهات، فما ديرش السبه انه الواتساب ولا راه كيطلعوا لي الاشعارات ولا لا، غنمشي ندخل للباغامتر غنمشي لبلاصه لي نوتيفيكاسيون، غادي نحيد لي نوتيفيكاسيون ديال الواتساب باش ما يبقاوش يطلعوا لي ولا الانستا ولا الفيسبوك. شوف انت فين كتضيع الوقت ديالك، منين غادي نحيد دوك لي نوتيفيكاسيون هنايا غادي يبقى لي لو شوا واش بغيت ندير شي ابليكاسيون ديال بلوك نت مثلا ولا شي ابليكاسيون اللي كتمنع لك الانترنت انه يكون في ديك التطبيق اللي كيديرونجيك وكيضيع لك الوقت ديالك، وغادي تكون مرتاح البال. كاين ثاني واحد الناس اللي مدمنين على التليفون، هاد الناس هادو كنصحهم بواحد التطبيقات اللي كيحدوا لك الوقت ديال مثلا انك مثلا غادي نقرا من الساعه 8 حتى ل 10، راه واخا غادي تضر مع داك التطبيق ما غاديش يحل لك ديك لابليكاسيون، يعني شنو ما درتي ما كيحلش ديك لابليكاسيون. ولنفرض انك بغيتي تخدم الذكاء ديالك وديزانستاليها، فهنا ثاني ما يمكنش، حيت ديك لابليكاسيون ما غادي ديزانستالا حتى غادي يسالي داك البلوك مود، يعني هذيك الوقيته فين انت حابس راسك باش تخدم ديك لابليكاسيون غادي يكون ساله. فوالا، هادو ما بين النصائح اللي عطيتهم لكم بكل بساطه واللي غادي ينفعوكم اكيد في هاد الايام اللي بقاو، حيت ما بقاش الوقت كيف قلت لكم ديال تراجع داكشي وتمشي تعمق فيه وتكون سوليب. فهذا مكان وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله بالنسبه لامتحاناتكم، غير ركزوا بشويه عليكم ان شاء الله ما يكون غير خير وتفرحوا عائلاتكم وبالتوفيق لكم جميعا.